أن الرجل الصالح، أنا عملت في المحكمة مدة 20 سنة إضافة إلى عملي عميدا للشؤون الأكاديمية في جامعة الكويت، كنت أروح يوم في الأسبوع. مرت علي حالة شابة في أوائل الثلاثينات، هذه الشابة كان عندها بنتين، وكان زوجها الله فاتح عليه في العقار حتى أنه أصبح ثراء يعني غير طبيعي، الجميع يتحدث عنه، بدل ما يصبح عنده المليون أصبح عنده مئات الملايين. لكن هذه المرأة اعتقدت أن استقرار زواجها يجب أن يكون في تأمين المال عند هذا الرجل، لأنها عندها بنتين، وفي المذهب السني إذا كان الرجل عنده بس بنات ممكن لإخوان الزوج الدخول في الورث إن لم يكن لها ولد، ولهذا في الشرع يسمون الولد هو الطارد، الولد هو الطارد. الله لطيف بعباده يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويزوجكم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، آية في سورة الشورى آية رقم 50. الشاهد أن هذه الأخت شافت في قناة MBC لقاء مع دكتور اسمه فلان الفلاني في برنامج اسمه كلام نواعم، قابلوه وكان بداية اختيار جنس الجنين، وكانت تفكر، كان همها كيف تحافظ على هذه الثروة، حتى أنها اتصلت في القناة في دبي وقالوا لها الدكتور عنده في ميتشيغن، في ولاية ميتشيغن في أمريكا عنده عيادة، لكنه راح يكون في بيروت في شهر نوفمبر القادم، ليش تعبين نفسك تروحين إلى ميتشيغن، اتصلي في العيادة وهم راح يعطونك البروتوكول اللي تمشين عليه حتى قبل العملية بفترة تروحين له. وفعلا اتصلت وأخذت موعد مع الدكتور في نوفمبر، وخلال شهر سبتمبر اتصلت على الدكتور قال لها تأخذين العلاج الفلاني والعلاج الفلاني والهرمون الفلاني في اليوم الفلاني بعد نزول الدورة الشهرية. المهم أخذت كل البروتوكول، وشاء الله أنها قالت حق زوجها وعنده هناك منزل في بيروت، قالت أنا ودي أروح حقيقة هناك، ودي في دكتور ودي أسوي عنده عملية، فأبيك تجي معي لأنه يحتاجون الحقيقة الزوجين يكون معها، والرجل بحسن نية راح معها. والزوجة عملت العملية وقال لها الدكتور يعني بحسب المعلومات اللي عندي نسبة نجاح العملية 25%، لكن بإذن الله سيكون لك إنجاب ولد. وفعلا بعد أسبوعين من العملية يعملون لها فحص وإذا بها حامل، ففرحت وفرح الزوج، فرح الزوج لفرح زوجته أن رح يجينا طفل. هي ما قالت أن أنا حريصة على هذه العملية لأن أنا أريد ذكر، وكانت هذه رشيقة ومهتمة في جمالها وفي شكلها. وبعد العملية وثبات الحمل قال لها الدكتور لازم تأخذين أوبر حتى تثبتين الطفل في جدار الرحم، ويمكن تجلسين 6 أسابيع لا تتحركين كثير حتى لأن الظهر ضعيف فقد يسقط الجنين. فجلست في بيتها في بيروت والزوج رجل أعمال يروح ويرجع عليهم. بعد مرور 6 أسابيع إلى 7 أسابيع عادت إلى الكويت وبهدوء بدأت نفسيتها تتغير على الرجل. بعد ما كانوا عايشين سعيدين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن اللي عنده بنات في حديث في صحيح مسلم يقول هن المؤنسات. بعض الناس لا زال عنده جاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هو لا يعلم. أنا عندي دراسة عن بر الوالدين، اللي عنده بنات اليوم أكثر برا البنات من الأولاد، وإن كان كلهم فيهم خير، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فالشاهد المرأة بدأت نفسيتها تتغير على الرجل، فبدأت كل ما صار خلاف الحمد لله الله بيرزقني ولد حتى يعوضني. شوف رحت بيروت وقعدت حتى أهلك ما اتصلوا فيني، ولا خواتك، اللي ما عنده ظهر ما يسوى شيء، واللي ما عنده فلس ما يسوى فلس، أولادي الله يخليهم لي، وبكرة إن شاء الله يجيني فلان ابني. فبدأت النفسية تتغير، وبدأت نفسية تكون شخصية عصبية، قطعت الأهل وأصبحت بينه وبين الرجل، والرجل صابر وساكت. وبعد مرور 4 أشهر راحت إلى دكتورتها في البلد وتعمل لها السونار، وعملت لها السونار اللي يسمونه 3 dimensions ثلاثي الأبعاد،
فقالت ما شاء الله باين العروسة حلوة اللي تسوينها. قالت لا مو عروسة ولد، قالت لا أنا أشوفها كأنها عروسة. فتحول الحب وتحول السعادة إلى نوع من الكآبة. فقالت أنا حقيقة الحين بصبر بعد الآن مدة 5 أشهر أخرى، وأنا الآن بطني بدأ يكبر وشكلي بدأ يتغير، وأنا كل هذا الصبر وهالسفر عشان أجيب ذكر الحين بنت. فقالت حق الزوج ليش ما سقط الجنين؟ قال لها إن سقط الجنين ستسقط حياتنا الزوجية. احمدي ربك قولي الحمد لله. البركة في الأولاد سواء ذكر أو أنثى. المرأة لم تصبر، وكل ما جاءها أحد قال وين الرشاقة وين كذا، لأن عندها هوس في شيء يسمونه في اللغة الإنجليزية البادي إيمج، شكل الجسد. هناك بالناس عندهم خلل، عندهم فزاعة العمر، إذا قالوا لها عمرك كذا كأن سبحان الله سبوها الناس، وإذا قالوا لها تغير شكلك كأن سبحان الله سبوها الناس. فلا أطيل في القصة، هذه المرأة صعدت على كرسي وقفزت حتى تسقط الجنين، وفعلا سقط الجنين بعد عملية تنظيف. لما خرج الجنين وإذا به ذكر وليس أنثى. والله الذي ونحن في رمضان طلقها رجلها زوجها، جاءتني في المحكمة وهي تبكي تقول أريد أن أرفع دعوة حتى أخذ إعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. الرجل الآن رفع دعوة علي وطلقني لأني أنا سويت ضرر عليه، لأني أنا قتلت جنينة. الآن هو ما يعطيني مصروف بعد مرور العدة، عدة النفقة وعدة المتعة يعطيني، لكن مو الحياة اللي أنا متعود عليها. لاحظت لأنها ربطت السعادة وين فيه؟ في المال. نقول لو كانت هي حمدت ربها على هذه النعمة اللي هي فيها لعاشت عيشة. ولهذا دائما الحسود لا يسود. والمال مع الدنيا هكذا، قال عليه الصلاة والسلام من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه. والله إني رأيت ناس يركضون وراء الدنيا وتروح عنهم، الدنيا كالظل. والمنصب دائما أقول حق الناس، المنصب مثل كرسي الحلاق، سيأتي من يأتي بعدك ويقول لك نعيما اللي بعده. فيا عابد الكرسي ويا عابد المال، لا يستقر المال الحرام مع السعادة. منظمة الصحة العالمية في عام 2014 قسمت السعادة الدنيوية، قالت معادلة السعادة الدنيوية ثلاثة، كأنه مثلثات ثلاثة. احنا في الإسلام سعادتنا أولا في الارتباط برب العالمين، لكن منظمة الصحة العالمية في عام 2014 في تقريرهم السنوي قالوا معادلة السعادة ثلاثة: مال وصحة وفراغ. في أول ثلث من العمر سيتوفر لنا شيئين من الثلاثة، صحة وفراغ. نتمنى المال، كلنا قبل ما نتوظف الله لو عندي فلوس. لما نصير في منتصف العمر من 25 إلى 60 راح يتوفر لي شيئين من الثلاثة، راح يكون عندي مال وعندي صحة، وأتمنى الفراغ. أتمنى الفراغ. بعد سنوات التقاعد راح يتوفر لي شيئين من الثلاثة، من هم؟ راح يكون عندي مال وعندي فراغ وأتمنى إيش؟ الصحة. هذه معادلة لازم نعرفها يا أخوة، نعرفها. إذن من مصائد السعادة هو الاعتقاد أن المال وحده هو الذي ينجحنا. المصيدة الثالثة هي الاعتقاد أن السعادة هي بتغيير الماضي. يا أخوة كل واحد فينا بينه وبين رب العالمين شيء صار، إما ذنب أو حادثة أو تجاوز. أنا أنصح نصيحة، التوبة مطلوبة، لكن في بعض الناس عنده بعض الذنوب سبحان الله مو قادر يتخلص منها. واحد عنده ذنب الزقارة ما يقدر يتخلص منها، واحد عنده ذنب العصبية، واحد عنده ذنب إنه يوم من الأيام مو قادر يتحمل أخوه أو أخته. أنا أقول ازرع سلوك إيجابي في هذا الشهر خير من لك من أن تطفئ سلوك سلبي حتى تصل إلى السعادة. أعيدها،
ازرع سلوك إيجابي خير لك من أن تطفئ سلوك سلبي. الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ولو لم تذنبوا ثم تتوبوا وتستغفروا لأتى الله بأقوام يذنبون ويتوبون. من منا؟ الحمد لله أن الخطايا لا تفوح، ولو فاحت خطايانا ما جلس أحد إلى أحد، لكن الحمد لله أن عندنا رب كريم، رب يغفر. ولهذا لنسعد أن الله في كل ليلة يتوب على المستغفرين. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر؟ لنستشعرها.